الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، نتابعها مرة أخيرة مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريام، شكرا إيمان. مشاهدينا، توقعات خبراء هيئة الأرصاد نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 24، الإسكندرية 32، 23، مطروح 31 22، بورسعيد 33 25، الإسماعيلية 36 25، أما محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 25، العريش 34 24، طابة 36 25، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 40 والصغرى فيها 29، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 42، الصغرى فيها 28، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 45، شلاتين 42 31، أما حلايفة العظمى فيها 37 والصغرى فيها 31. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.